متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، والتي نبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة فوق المملكة. وبحمد الله المملكة اليوم عاشت يومها الثالث بهذه الحالة الماطرة التي سميت بحالة سقيا، جعلها الله السقيا خيرا وبركة علينا جميعا. تشير طبعا هذه صور الأقمار الاصطناعية لاستمرار وجود كميات كبيرة من السحب الركامية الرعدية المؤدية لهطول الأمطار فوق جبال جنوب غرب المملكة، بالإضافة لتخريجات بحرية تؤثر أيضا على المناطق الساحلية مثل القنفذة على سبيل المثال. سحب متفرقة تؤثر على العاصمة الرياض وبعض المناطق الشرقية، جالبة معها بعض الأمطار ذات الطابع الديمي أكثر من كونه الرعدي، لكن سحب رعدية تؤثر على مناطق القصيم بشكل لافت، حفر الباطن، هذا الحزام نشط جدا من الأمطار وهو يجلب معه زخات رعدية من الأمطار مسبوقة أحيانا برياح سطحية قوية، كما تترافق مع تساقط لزخات من البرد. نهار اليوم امتد تأثير هذه الحالة الماطرة نحو المناطق الشمالية من المملكة، شملت عرعر ورفحاء وأيضا بعض أجزاء من الجوف والحدود السعودية الأردنية بحمد الله. انتقالا إلى الأحوال الجوية المتوقعة خلال هذه الليلة واليوم القادم، يتوقع بمشيئة الله تعالى مع ساعات مساء هذا اليوم أن تبدأ الأمطار منها تشمل أيضا العاصمة الرياض من جديد، قد يتخللها بعض الزخات الغزيرة وتستقر أو تستمر الأمطار بالهطول على أجزاء من القصيم وحفر الباطن، وتمتد بعض الزخات نحو المناطق الشرقية من المملكة لتشمل أيضا منطقة الدمام. أيضا الأمطار تبقى حاضرة في جبال جنوب غرب المملكة، ومع حدوث بعض التخريجات البحرية المسببة لهطول أمطار غزيرة على السواحل الجنوبية الغربية من المملكة، وتبقى الفرصة مهيئة لبعض الزخات من الأمطار في منطقة الجوف وأجزاء من الحدود الشمالية بمشيئة الله تعالى. ما تقدمنا في ساعات الليل تتركز الأمطار في القطاع الشمالي الشرقي، بعض أجزاء من الرياض والمناطق الشرقية من المملكة على وجه التحديد، مع بقاء فرص الأمطار حاضرة على شكل تخريجات بحرية في المناطق الجنوبية الغربية للمملكة وبعض المرتفعات الجبلية بمشيئة الله تعالى. غدا الأحد هذه توقعات الأمطار بشكل عام تبدأ بالتراجع كما نلاحظ، وتتركز في المناطق أقصى المناطق الشرقية والمناطق الجنوبية الغربية من المملكة، وبعد ذلك يحدث تراجع مؤقت على الأحوال الجوية والحالة الماطرة سقيا، تتراجع بشكل مؤقت اعتبارا من ساعات تقريبا ما بعد ظهر يوم غد الأحد، على أن تعود الحالات المطرية من جديد خلال نفس هذا الأسبوع. يمكنكم متابعة المزيد من التفاصيل عبر النشرة الأسبوعية. هذه الليلة العاصمة الرياض على موعد مع أمطار قد تكون رعدية في بعض الفترات وغزيرة في مناطق أخرى وبعض الأحياء، درجة حرارة صورة 18 درجة مئوية. دعونا نتعرف على أحوال الطقس غدا في مدن ومحافظات المملكة، ونبدأها شمالا من المناطق الشمالية في إسكاكا 19-8، 17-7 في عرعر، و20-8 في تبوك، والأجواء مستقرة في شمال وشمال غرب المملكة. المناطق الغربية الأجواء أيضا مستقرة، 31-24 في جدة، 26-17 في المدينة المنورة، 30-23 في مكة المكرمة، و 23-15 في مرتفعات الطائف. المناطق الجنوبية الغربية تبقى فرص الأمطار حاضرة على شكل زخات رعدية من أمطار فوق المرتفعات الجبلية أو على شكل تخريجات بحرية فوق السواحل الجنوبية الغربية من المملكة، وتكون في أبها من 20-12، في الباحة من 20-16، أما في جازان فمن ترتفع العظمى إلى 30 درجة مئوية والصغرى 26 درجة جموية. المناطق الشرقية في الإحساء من 29-18 مع بقاء الفرص مهيئة غدا خاصة مع ساعات الصباح والظهيرة لأمطار رعدية، كذلك الأمر هو في الدمام من 29-20 لكن الفرصة أقل بذلك، أما في حفر الباطن فتبقى الفرص مهيئة غدا سواء هذه الليلة أو صباح يوم غدا بأمطار رعدية، والعظمى من 21 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى 13 درجة مئوية. المناطق الوسطى من المملكة فرص الأمطار حاضرة في العاصمة الرياض سواء هذه الليلة أو نهار يوم غدا، لكن الأجواء كما ذكرنا تستقر تدريجيا وتكون العظمى من 27-18 درجة مئوية، في بريدة من 20-12 مع بقاء فرص بعض الأمطار هذه الليلة وأيضا نهار يوم غدا، أما في حائل فالأجواء تكون ضبابية بشكل لافت في ساعات الصباح، وتكون العظمى 18 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى 7 درجات، وبالتالي الأجواء حتى في حائل في ساعات الليل بالرغم من الضباب فإنها باردة جدا. الأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة في العاصمة الرياض، إذا من المتوقع أن تبقى الأجواء كما نلاحظ بحمد الله، هناك العديد من فرص الأمطار خلال الأيام القادمة، 27-18 مع تراجع في فرص الأمطار ليلة الأحد على الاثنين، تعود الأمطار مرة أخرى يوم الاثنين على شكل فرصة لزخات من الأمطار والعظمى 25 والصغرى 17 درجة مئوية، يوم الثلاثاء من 21-17 مع تركز فرص الأمطار يوم الثلاثاء مع ساعات المساء تكون ربما على شكل زخات رعدية.
قبل الختام، هناك توصيات هامة بشأن الأحوال الجوية السائدة في المملكة. ضرورة الانتباه من مخاطر ما يسمى بالسيول المفاجئة والسيول المنقولة، وبالتالي الابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب في أماكن هطول الأمطار أو المناطق المجاورة لها. ضرورة الانتباه أيضا من نشاط سرعة الرياح قبيل حدوث العواصف الرعدية أحيانا، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية إما بسبب الغبار، بسبب الغيوم الركامية والرياح النشطة، أو حتى بسبب الضباب في ساعات الليل على الطرق الخارجية في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم بخير، إلى اللقاء.